اللهم لك الحمد يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا قابل التوب، يا واسع المغفرة، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا رفيع الدرجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا من لا يعلو أمره أمر، يا فعالا لما يريد، يا هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الفضل والنعم، يا ذا القوة المتين، يا ذا الفضل على المؤمنين، يا ذا العفو والمغفرة، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من عنده مفاتيح الغيب، يا من لا يعزب عنه مثقال ذرة، يا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يا من يعلم السر وأخفى، ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم لا تحجبنا بدنيانا عنك، واجعل بغيتنا من الدنيا بغية الراكب المجد للآخرة، واجعل همومنا هما واحدا، هم الإياب إليك، والوفود عليك، وارحمنا يومئذ يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.